اهلا بيكم في لايك اند شير واهم الاخبار والاحداث والترندات اللي حصلت الاسبوع ده على السوشيال ميديا، واللي كان من بينها وفاه الفنان الكبير هادي الجيار عن 71 سنه بعد اصابته بفيروس كورونا، واللي نعاه عدد كبير من زملائه الفنانين اللي اشتغلوا معاه في اعماله الفنيه وعدد كبير كمان من جمهوره. ربنا يرحمه يا رب. اعلان اول حاله وفاه بالفيروس ووهان اليوم اكثر امان بالعالم. أول خبر معانا على تويتر وهو إعلان أول حالة وفاة بالفيروس ووهان اليوم أكثر أمان بالعالم. الحقيقة يوم الاثنين اللي فات خرج سكان وهان علشان يحتفلوا بالذكرى السنوية الأولى لانتشار فيروس كورونا، وخرجوا في المنتزهات على ضفاف النهر وبدأوا يرقصوا رقصتهم المشهورة المسنون ويشبكوا أيديهم في بعض وبيفتخروا إن اقتصادهم بدأ ينتعش والحياة رجعت لطبيعتها، وبقت وهان هي المدينة الأكثر أمان في الصين وفي العالم كله. وعي السكان بقى بالوقاية من الوباء والسيطرة عليه بقى مرتفع جدا، حتى الأطفال الصغيرين اللي عمرهم سنتين بيلبسوا الكمامة، والناس بيستمتعوا بحرية التنقل اللي اتحرموا منها خلال فترة انتشار الفيروس. طبعا كلنا عارفين إن قبل سنة بالظبط وبالتحديد في 11 يناير 2020 أعلنت السلطات الصحية في وهان عن أول حالة وفاة بالفيروس كورونا المستجد، وبعد 12 شهر سجل العالم أكتر من 1.5 مليون حالة وفاة لحد دلوقتي، وأكتر من 90 مليون مصاب في العالم. وأعلنت الصين إن خبراء من منظمة الصحة العالمية هيسمحوا لهم يدخلوا البلاد اعتبارا من يوم الخميس اللي جاي عشان التحقيق في منشأ وباء كورونا، خاصة إن في تساؤلات كتيرة مطروحة، وطبعا هم عندهم أمل إن المجتمع الدولي يتمكن من زيارة السوق في وهان واستعادة تفاصيل الأيام الأولى للفيروس. من الأحداث كمان اللي انتشرت على السوشيال ميديا الأسبوع ده أحداث العنف والشغب اللي قام بيها أنصار دونالد ترامب لما اقتحموا مبنى الكونغرس أثناء جلسة التصديق على فوز المنافس ليه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن. الحقيقة أنه بعيدا بقى عن الحريات وأن ده أول مرة يحصل في أمريكا، في ناس أخذت الأحداث دي لناحية تانية خالص، ربطتها بين أحداث بتحصل في مسلسل كرتون أمريكي شهير يمكن في ناس مننا كمان تبقى عارفاه، عائلة سيمبسونز. في المسلسل ده ظهر واحد من الأبطال وكان برضو في عندهم أحداث عنف وشغب في الولاية بتاعتهم، ظهر وهو لابس نفس اللبس تقريبا اللي لابسه أنصار ترامب في الأحداث الحالية. مش دي حاجة غريبة يا نهى؟ حاجة غريبة جدا فعلا، تلفت النظر، وعلشان كده كمان الناس بقى عندها تساؤلات كتيرة قوي حوالين المسلسل ده، وخصوصا ان دي مش اول مرة المسلسل يتنبأ بأحداث عالمية قبل حدوثها، زي مثلا المسلسل اتنبأ بأحداث 11 سبتمبر انهيار البرجين التجارة العالمي في امريكا، ودي صورة لبطل المسلسل وبيظهر وراه برجين التجارة ونيويورك ورقم 9. الحلقة دي اتسجلت سنة 97، الأحداث الفعلية حصلت سنة 2001، يعني بعد الحلقة دي بأربع سنين. كمان من الحاجات اللي تنبأ بيها المسلسل فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا، ودي كانت تعتبر حاجة من المستحيلات وقتها، ما كانش حد يصدقها، بس حصلت على أرض الواقع. كمان من الحاجات الخطيرة بقى اللي تنبأ بيها المسلسل ظهور فيروس كورونا في العالم. من ضمن أحداث المسلسل كان فيه إن في وباء اجتاح أمريكا، والوباء ده جاي من آسيا، بس ساعتها الفرق الوحيد كان إنه جاي من اليابان، والوباء ده كان اسمه أوساكا فلو. الحلقة دي بقى اتذاعت إمتى؟ سنة 93. أعتقد إن احنا كده محتاجين نركز قوي مع المسلسل ده، واضح إن هو بيقول حاجات بتحصل على أرض الواقع. بصراحة أنا مش عارفة يعني هل ده خيال مؤلف؟ طب لو هو خيال مؤلف إزاي بتطابق كده مع أرض الواقع بالصورة دي؟ هل هي مجرد صدفة؟ الله أعلم، خلينا نقول صدفة. الخبر اللي جاي ده برضو على تويتر وهو فيروس خفافيش جديد بيظهر في فرنسا وسبب حالة وفاة. المتوفي الحقيقة هو راجل كبير متقاعد في الستينات، اتوفى بسبب نوع نادر من داء الكلب بيتقال انه جاي من الخفافيش اللي كانت معششة فوق سطح بيته. واعلن المركز المرجعي الوطني لداء الكلب ان المتوفي ده تم نقله للمستشفى في اغسطس 2019 وتوفى بشكل مأساوي جدا في المستشفى، واتقال ان السبب الرسمي لوفاته هو التهاب في الدماغ، لكن الحقيقة خبراء طبيين قالوا ان السبب غير معروف، وتم ارسال العينات الخاصة بيه لمستشفى نكر الباريسي ومعهد باستور عشان يحددوا اسباب التهاب
التهاب الدماغ، وظهر التحليل انه اصيب بفيروس ليسا وهو فيروس الخفافيش الاوروبي، وتم تشخيص الوفاه باثر رجعي بعد حوالي سنه من وفاته، ودي بتعتبر الحاله الاولى المكتشفه في فرنسا، لكن على مستوى العالم كان في حاله قبلها من 35 سنه اتوفت بالنوع ده من الفيروس، وربنا يستر وما ينتشرش ويتحول لوباء، احنا مش ناقصين. انا هسميكي نوع فيروسات جديده، انت كل حلقه لازم تبشرينا كده ان في حاجه جديده ظهرت في العالم، مره سلعاوه مره فيروس جديد، حاجه جميله ما شاء الله، ربنا يسترها يا رب. من تويتر هنروح للواتساب اللي عامل قلبان اليومين دول على السوشيال ميديا بعد ما قرر ان هو ينزل تحديثات جديده لسياسات الخصوصيه، وقال ان اللي مش هيوافق على التحديثات دي هيتعرض انه يتلغي الحساب بتاعه خالص من على الواتساب، والكلام ده اعتبارا من 8 فبراير اللي جاي. حقيقه اول ما الناس عرفت الحكايه ديت حصل حاله من الهجره الجماعيه كده من الواتساب، وخصوصا انه التعديلات الجديده بتقول انه هيبقى عنده الامكانيه انه يعرف رقم تليفونك، هيعرف صوره الحساب بتاعك، هيعرف حالتك على الواتساب عامله ازاي دلوقتي، هيجمع اكبر قدر من المعلومات والبيانات عنك، وهيعمل زي بروفايل مصغر عنك كده. فالناس طبعا اعترضت وقالت ان ده انتهاك للخصوصيه، وبداوا ان هم يحذفوا فعلا الواتساب ويروحوا لتطبيقات ثانيه زي التليجرام وسيجنال. بالمناسبه سيجنال اعلنت انه الاقبال عليها بقى تاريخي يا فندم، دلوقتي مبيعاتها في اليومين اللي فاتوا بس زادت 1000%. انتوا متخيلين الناس قد ايه معترضه على التحديثات الجديده دي؟ من جانبها بقى اداره الفيسبوك اعلنت انه احنا بنحاول نطمن الناس، وعملت بيان الاختصار بتاعه ان هم لا ما فيش انتهاك للخصوصيه ولا حاجه، المحادثات الفرديه بينك وبين اصحابك او عيلتك دي هتفضل محفوظه في الحفظ والصون، انما احنا عملنا خدمه جديده اسمها خدمه اعمال. الخدمه ديت الهدف بيها انه الفيسبوك يحاول ان هو يطلع بفلوس من الواتساب، بان هو يجمع معلومات عننا علشان نقدر نعمل او نقصر المسافات بين المستهلك وبين المعلن. بمعنى ان حضرتك لو كتبت على الواتساب ان انت عايز تشتري تليفون جديد مثلا، الواتساب هياخد المعلومه دي ويبرمجها بشكل ما يديها للفيسبوك، فالفيسبوك هيعرض لك اعلانات بتتكلم عن احدث انواع الموبايلات، الفرق بين الموبايل ده والموبايل ده، المهم ان هي اعلانات هتبقى لاهتماماتك في الفتره الحاليه علشان انت تتشجع وتشتري، فدي وسيله للربح السريع من الواتساب مش اكتر. بس واضح انه البيان ده مش مؤثر قوي مع مستخدمين الواتساب على في انحاء العالم، واللي مستنيين ومترقبين يشوفوا هيحصل معاهم ايه، وهل لو فعلا ما وافقوش هيتلغي حساباتهم ولا لا. عموما كله هيبان. طبعا الأوبئة والفيروسات اللي انتشرت بشكل كبير في العالم بقت جزء من حياتنا، وبقينا مجبرين على التعايش معها، وبقت الكمامة ضرورة من ضروريات الحياة الصحية في حياتنا. وفي ناس الحقيقة استهوت لبس الكمامة مش عشان الصحة بس، لكن هم شايفين ان الكمامة بتخلي ملامح الوش وتعبيراته يعني بتخفي الملامح، وبتخلي الانسان حتى لو ماشي متضايق ما يبانش عليه، لو مكشر مش هيبان عليه، لو بيكلم نفسه في الشارع وهو ماشي برضه مش هيبان عليه، محدش هيقول عليه مجنون ولا حاجة، اللي بيضحك على موقف معين حصل ومش عايز يبان برضه الكمامة هتداريه. لكن زي ما الفيروسات انتشرت بشكل كبير وسريع في العالم، كمان الاختراعات والابتكارات مش بتنتهي، وظهرت الكمامات اللي بتبين كل حاجة مهما حاولت تداري، وكمان بتنور في حالة الإصابة بفيروس كورونا. تعالوا نشوف كده شكل الكمامة ازاي. كويس ان الكمامه دي مش بصوت، هي بشكل بس لو واحد بيشتم بقى تخيل. كمان من ضمن الاخبار اللي انتشرت على الفيسبوك وعملت حاله من الجدل والسخريه في نفس الوقت بين الناس، خبر انه في دكتوره سنان خدرت جوزها وخلعت كل اسنانه بعد ما اكتشفت خيانته ليها. لكم ان تتخيلوا طبعا اول ما المصريين عرفوا بالخبر ده
التعليقات كانت ازاي من الرجاله والستات. الحقيقه طبعا الستات كانت منحازه للدكتوره، وفي منهم قال هذا التطبيق الحقيقي لان الواحد بيشتغل بوظيفته صح، والرجاله طبعا كانوا بيحاسبينه على الدكتوره وخايفين جدا وبيقولوا ان كيدهن عظيم. وفي ناس تانية قالت ان الحمد لله الدكتوره دي ما كانتش في تخصصات تانية. بس عموما الموضوع عمل حاله من القلق، وكانت حاجه غريبه على مجتمعنا. بس الحقيقه احنا لما دورنا على اصل الموضوع لقيناه ان الموضوع ده ما حصلش اليومين دول، ده حصل من سنين وما حصلش في مصر، حصل في بريطانيا. فعلا كان في دكتورة سنان بريطانية انفصلت عن جوزها بعد ما عرفت ان هو بيخونها. بعد فترة جوزها حس بألام في اللثة فحب ان هو يروح لها علشان هي الدكتورة المشهورة في مجالها في المنطقة دي. طبعا دي كانت غلطة عمره، هو يعني استحالة كان يفكر يعمل حاجة زي كده. بس المهم هو راح، واول ما قعد تحت ايديها هي كانت بتحاول انها تطبق ضميرها المهني، هي قالت كده فعلا وهم بيحققوا معاها، بس هي ما قدرتش، حست انها عايزة تنتقم منه جدا، فادته مخدر طويل المدى وخلعت كل سنانه. لما قام بقى وروح هو طول الطريق مش حاسس بسنانه، بس قال ده يمكن من اثر البنج. لما روح بقى وبص في المرايه كانت الصاعقه، بص في المرايه لقى بقه ما فيهوش ولا سنه. طبعا حبيبته الجديده سابته، وطبعا عارف ان هو هيدفع فلوس كتيره جدا عشان يزرع سنانه مره تانيه، وتم القاء القبض على الدكتوره. الموضوع ده يقول لنا حاجتين يا نهى. الحاجه الاولانيه ان احنا ما نتسرعش وننشر اي حاجه كده واحنا مش عارفين مصدرها وتاريخها، واحنا بنتكلم على انها في مصر. الحاجه الثانيه بقى ان احنا بنتسرع في الحكم على الستات المصريه، ده احنا غلابه. معقول احنا هنفكر الفكر الاجرامي ده برضو ينفع؟ لا احنا اكياس وسكاكين. احنا لسه هنخلع. بكده تكون خلصت اخبارنا، استنونا الاسبوع الجاي واهم الترندات على السوشيال ميديا في لايك اند شير. Thank you.